موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على مواقع للنظام في محيط العاصمة السورية دمشق جنوبي البلاد، ووكالة سانا التابعة للنظام تقول إن الدفاعات الجوية تصدت لمعظم الصواريخ. الجيش الوطني السوري تصدى لمحاولة تسلل عناصر قسد على جبهة مريمين جنوب غرب مدينة عزاز بريف حلب الشمالي. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يقول إن الكريملين يعتبر بشار الأسد رئيسا شرعيا لسوريا، ويطالب العرب والغرب بالتخلي عن سياسة عزل النظام في سوريا. قوات نظام الأسد تفرج عن دفعة سابعة من معتقلي محافظة درعا جنوبية سوريا، بلغ عددهم 44، وذلك بموجب اتفاق سابق بين اللجان المركزية وقوات النظام. حكومة النظام توقع عقدا يمتد لقرابة 30 عاما مع شركة كابيتال الروسية للتنقيب عن النفط مقابل سواحل طرطوس بحسب صحيفة الثورة الموالية لنظام الأسد. منظمة هيومان رايتس ووتش تقول إن الحكومة الكندية استعادت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام من معسكر احتجاز شمالي شرقية سوريا دون أمها بسبب صلات قالت إنها مرتبطة بالإرهاب.